ولكن احنا تحسبا وللمزيد من الاحتياط والحذر فغنعتبروا باللي حتى الناس اللي جاوا معاها في الطياره خصهم يترقبوا، فاذا غادي يخضعوا للمراقبه بحال هذيك الحاله الاولى اللي تكلمنا عليها. احنا الان عاد كنديروا الجرد، بدينا الجرد ولكن مازال حتى تنجمعوا المعطيات الاوليه، وهذيك مساله اللي كتهمنا لنا عمليا بالنسبه لنا حنا اللي غادي نتكفلوا بهذوك الاشخاص ديال المخالطين ديالنا سواء في العائله او في الطائره. كنذكر السؤال الاول ديالك بعجاله جات من بولون، مدينه بولون. اما بالنسبه للسؤال ديالك الثاني، كنذكر باننا حنا في المخطط ديالنا ديال التصدي لهذا الوباء مازال ما انتقلناش من مرحله لمرحله، حنا لازلنا في المرحله الاولى، واللي كنت دائما كناكد عليها كنقولوا بان المرحله الاولى هي المرحله ديال اننا ما عندنا حتى حاله او عندنا بضع حالات وافده، حنا لازلنا في المرحله الاولى. اما في الاجراءات راه خرج البيان الصحفي اللي صادر على لجنه ديال القياده وقالت بانه راه من الوارد بانه في اي لحظه غادي يتم الاعلان على اجراءات اضافيه واللي غتاخذها لجنه القياده بتوصيات بطبيعه الحال وطبقا لتقييم المخاطر اللي كتقوم به الوزاره ديال الصحه. كنذكر الزميلات والزملاء الاخوان باننا تعريف ديال شنو هو واحد مخالط ان كونتاكت كيخضع حتى هو لواحد المعايير دقيقه، فساكن في العماره ولا معاه في نفس الحي او البقال او شي حاجه، هذيك مساله اخرى كنرجعوا ليها فيما بعد. حنا الجرد ملي كنقول كنجردوا الاشخاص اللي كتنطبق عليهم المعايير ديال واحد مخالط، وكاين مخالط من الصنف الاول اللي عنده الخطر مرتفع شيئا ما، ومخالط من الصنف الثاني الخطر ولا احتمال الاصابه متوسط، والمخالط من الصنف الثالث اللي خطر الاصابه كيكون ضعيف جدا، وكل واحد من هاد ثلاثه الاصناف عنده اجراءات خاصه به اللي كنقوموا بها.